السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نوت بوك الام. نوت بوك اللي يعني زي كراسة بتكتب فيها الأفكار بتاعتك. فجوجل عاملة نوت بوك، لكن عاملاها نوت بوك الام. الام مش سجاير الام، لا، ليرنينج ماشين، يعني تعلم آلة، يعني هو بيبدأ يتعلم من اللي انت بتكتبه. فلذلك أول ما فتحت لقيت رسالة كده: ويلكم تو نوت بوك، خلي بالك إن بيرسونال داتا لن تستخدم في تريننج نوت بوك الام. يعني هو مش هيستخدمها غير في ان هو يعلي مهارة الذكاء الاصطناعي معاك انت، يعني ممكن يستفاد ان هو عارف معلومة عنك، يبقى هتبقى خاصة بك انت بس، مش هيتدرب عليها فيبدأ ان هو تبقى عامة الناس كلها. يعني لو انا كتبت مثلا ان انا عندي 4 اخوات او عندي 4 كراسي، مش هياخد المعلومة دي يديها لحد تاني، تمام؟ فدي من ضمن الحاجات المهمة. طيب خلينا نيجي هنا واقول له انا عايز اعمل نيو نوت بوك. ممكن تكون بتذاكر حاجه والحاجات دي كلها، بيقول لك انت ممكن ترفع ملفات من الدرايف او ملف بي دي اف او ملف تكست او كوبي تكست. يعني هو هنا مش هيتعامل مع كام كلمه انت تكتبهم، لا، ممكن يتعامل مع كتاب كامل، تمام؟ فدي حاجه ممتازه جدا. هو حتى مديك خاصيه ان انت تقدر ترفع كتب بي دي اف كامله وتبدا ان انت تفكر فيها. يعني عندك بحث دكتوراه تقدر تستعين بالنوت بوك معاك، تمام؟ طيب ممكن ترفع، وانا معتمد على الجيميناي، اخر انذار من الجيميناي بيبدا ان هو يتعامل معاه. ممكن تكتب انت بقى حاجه انت عايزها، تمام؟ مثلا تكتب موضوع معين، اديته تكست كتيره، هو يبدا ان هو يحللها ويبدا ان هو يتعامل معاها، يبدا ان هو يلخصها لك زي ما انت عايز. طيب خلينا نرفع ملف بي دي اف كده ونناقش فيها. يعني ممكن يكون انت عايز تتكلم مثلا عن علم المصريات، فترفع كل كتب علم المصريات وتبدأ ان انت تتناقش معاه، تمام؟ هو انا بيدور على ملف بي دي اف، ما عندناش اكتر من بي دي اف، يعني افكر اديله كل كتب بيم اريبيا واقول له بقى ايه، اعمل لي مقالة جديدة عشان انا مش فاضي اكتب مقالات، ماشي؟ فمثلا هرفع له دوت، يبدأ بقى ان هو يقرأ المقالة، يبدأ ان هو يناقشها، يبدأ ان هو يلخصها لك، يبدأ زي ما انت عايز. انت بقى عندك الذكاء الاصطناعي مخصص لخدمة الكتاب دوت، فبيقول لك انت عايز بقى ايه، تمام؟ عايز ملخص ليها، وبيقول لك بيقترح عليك بعض الأسئلة اللي انت ممكن تسأله فيها. فلو انت عندك يعني كتب المدرسة كلها ممكن ان انت ترفعها وتبدأ ان انت تقول له اسألني فيها، رجع معايا، طب انا عايز الخص الحاجة، تمام؟ بدأ يقول لي ملخص للملف اللي انا رفعته له، تمام؟ ممكن تقول له كبر لي الحاجة أو صغرها لي زي ما أنت عايز، تمام؟ ممكن تقول له أنا عايز ديجيت مثلا، فبيقول لك طب أنت عايز إيه؟ هيلب مي أندرستاند، أنا عايز أفهمها، تمام؟ اقترح لي أفكار قريبة من الحاجة اللي إحنا رفعناها، اكتب لي الأوتلاين، كل الحاجات دي تقدر إن أنت تعملها. ابدأ اشرحها لي، طب اشرحها لي بالعربي، طب لخصها لي، طب بدل ما هي صغيرة يعني طول فيها واشرحها بالتفصيل، تمام؟ اعمل الاوت لاين. ولما بتطلب منه حاجه بتقدر ان انت تعمل ان سيلكت الحاجات اللي انت مش عايزها. ممكن تكون انت رافع كذا ملف فتقول له هات لي الاجابه من دي، ما تجيبليش الاجابه من النت عموما، لا، انا عايز الاجابه من الحاجه اللي انت بعتها. اقترح عليا ريليتد افكار، ممكن تقول له ايه، اشرح بالعربي، تمام؟ مش عارف هتجاوب ولا لا مع اشرح بالعربي لان هي لسه نازله جديده، بس خلينا نجرب. لسه بس يوم ولا يومين، يعني لما تيجي تجرب هتكون نزلت فيها فكره العربي. هي على طول كده بينزلها بالانجليزي وبعد كده بيدخلوا فيها بقيه اللغات، ماشي؟ طب قول له ايه، لخص، فيبدأ إن هو يكتب لك ملخص للمقالة، تمام؟ طيب هو بيقول إن الكلمة دي مش موجودة، فبقول له إيه، ما هو البيم، يبدأ يدور في المقالة ويبدأ يقول لي إيه هو البيم من المقالة ديت، تمام؟ فحاجة ممتعة جدا. أنت كده بقى عندك النوت بوك ال ام، تقدر تسمي ده مثلا، ده مثلا علم البيم، ده علم المصريات، ده علم
الزراعة وهكذا. يبقى عندك ملف لو خطر لك أي سؤال في أي موضوع يبدأ إن هو يجاوبك فيه. تمام، أتمنى يعجبكم. النوت بوك اللي إم كان نازل بقاله فترة كتيرة لكن كان مقتصر على أمريكا، النهاردة الصبح لقيناه نزل في بقية الدول، أكتر دول العالم. تمام، فالحمد لله كانت الدول العربية منهم، فجربناه وشاركنا معاكم التجربة. شكرا.